رؤية السوق تركيا والعراق هو عنوان الملتقى الثقافي الذي نظمه اتحاد الطلبة العراقيين في تركيا بالتعاون مع منظمة رجال الأعمال المستقلين الموسياد وبدعم من مجموعة أوكي تمام الاستثمارية. الملتقى جمع خريجي وطلاب الجامعات مع رجال أعمال عراقيين وأتراك لدعم المشاريع التجارية الوليدة وتطويرها. سبب انعقاد هذا المؤتمر هو تعريف الاستثمار وسوق الاستثمار بالتجارة بين العراق وتركيا. طبعا هذه سوف تكون الخطوة الأولى تعريفية للاستثمار، كيف يكون الاستثمار داخل الأراضي التركية وأيضا التجارة التي تحدث بين تركيا والعراق. ويرى عدد من المشاركين في الملتقى أن العراق بلد يمتلك جميع مقومات الاستثمار الناجح، إلا أن مشكلتي الأمن والبنية التحتية أبرز معوقات إنجاح المشاريع التجارية والاستثمارية في العراق. العراق بلد فيه فرص كبيرة جدا، ولكن بلا شك أهم معوق هو موضوع الأمن. العراق يفتقد إلى المقومات الأمنية الآن وكذلك البنية التحتية، حتى منظومة الاتصالات منظومة الإنترنت لا زالت أقل مستوى من أي بلاد مجاورة للعراق. ملتقى رؤية السوق تركيا والعراق يعد لبنة أولى لمساعدة الشباب العراقيين في الدخول إلى سوق العمل والتهيئة لبدء مشاريعهم الخاصة بعد التخرج، كما يعد هذا الملتقى واحداً من بين أنشطة منوعة يقيمها اتحاد الطلبة العراقيين في تركيا بشكل منتظم.